اليوم كانت عندنا حضور استثنائي لبرمجة الفائض المالي 2019 وكذلك لدراسة مشروع الميزانية 2020. حاولنا من خلال هذه الميزانية يعني التوافق مع مشروع الميزانية القادم، خاصة وأن المجلس يعرف واحد العجز في الميزانية ديالو خلال هذه الثلاث سنوات الفائتة. كذلك يعني تم النقاش مستفيض خاصة في مجال النقل المدرسي الذي يعني أصبح يعرف يعني إشكال وإكراه كبير. هذا هو اللي خلى جميع الأعضاء يبنون واحد ديالو في هذه النقطة لتثمينها وتفعيلها بالشكل الصحيح، خاصة أنه تم طرح مجموعة من الاقتراحات اللي خاصة يعني اللي تتمثل في طرح برنامج يهيكل هذا القطاع، مع العلم أن هذا النقل المدرسي هو اختصاص من الاختصاصات الذاتية للمجلس، يعني أن المجلس الإقليمي هو الذي من سيدبر هذا النقل. كذلك تم يعني إدراج مجموعة من اتفاقيات الشراكة، خاصة اتفاقيات الشراكة مع جمعية تومور اللي تعرف الجماعة التهجيت بشكل سنوي واللي كتشرف عليها كذلك القطاع المديري الجهوي للفلاحة، بالإضافة إلى إدراج نقطة عقد اتفاقية شراكة مع جماعة تابين اللي كتعرف يعني واحد تأهيل سياحي خاصة في الحامة، في تأهيل يعني في الملاعب الرياضية. كذلك تم يعني التفكير في إدخال التعاون الوطني المساهمة كذلك هو إلى جانبه في هذا القطاع. بعد ذلك تم التطرق إلى اتفاقية شراكة مع جماعة راس ومليل واللي تتمثل كذلك في القطاع التعليمي لمحاربة الهدر المدرسي، محاربة الهدر الزمن المدرسي. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريما تيفي.